في جلستها الأولى بعد تصويت الكونغرس الأمريكي ضد السياسات الاستيطانية، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الإدلاء بأي تصريح يهاجم القرار الذي اعتبر معاكسا للسياسة الأمريكية الخارجية منذ تولي ترامب. أجريت الأسبوع الماضي محادثات هامة مع زعيمي الولايات المتحدة وروسيا، تحدثت مع الرئيس ترامب ومع الرئيس بوتين، والتقيت في لشبونة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. كان موضوع واحد يترأس جميع تلك المحادثات وهو إيران. الأزمة هي الأولى بين إسرائيل والكونغرس الذي طالما استقبل نتنياهو بالتصفيق الحار. القرار الأخير الذي اتخذ بالأغلبية رفض أي ضم للمستوطنات وكافة الإجراءات أحادية الجانب والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ضمن مسار التفاوض. خلال العامين الماضيين اجتهدت أيضا الدبلوماسية الفلسطينية لتغيير موقف أعضاء الكونغرس من الشيوخ والنواب ديمقراطيين وجمهوريين من خلال لقاءات مكثفة في فلسطين وواشنطن. تكثيف الزيارات من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ، أكثر من 150 عضو مجلس كونغرس وشيوخ أمريكي زاروا فلسطين خلال هذه المرحلة، عدد كبير من طلاب الجامعات الأمريكية، عدد كبير من مشرعي الولايات الأمريكية المختلفة، وأيضا عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني في أمريكا زاروا واطلعوا على الحقيقة. وهذا بناء على رؤية جديدة موجودة حاليا بأنه يجب خلق علاقات فلسطينية أمريكية ثنائية ما بين الشعبين غير مربوطة بعملية السلام والعلاقة مع إسرائيل. قرار الكونغرس ليس ملزما لإدارة ترامب، لكن حتى تصويت الجمهوريين جاء كصفعة لنتنياهو الذي عمل لسنين لكسب التأييد الكامل والمنحاز لإسرائيل، إلا أن ما حدث يمثل رسالة لفشل إدارة ترامب في تمرير أي صفقة مستقبلية أو حتى الموافقة الأمريكية على ضم غور الأردن.